بقى وامبارح وكده ان انت هاجمت بورسعيد وكده. يا ريت الناس بس ايه ترجع للحلقه وتسمعها، وبلاش كلمه ايه ده فلان اللي قال لي وفلان اللي عدلي. اسمع الحلقه بنفسك وشوف. دي اول حاجه، لان لم ما جبتش سيره بورسعيد نهائي في كلامي. انا اتكلمت على كلام العضوين في الكلام، واعتقد ان هذا الكلام اللي قاله العضوين في مجلس الشعب اعتقد انه لا يرضي اهل بورسعيد نفسهم، يعني اهل بورسعيد نفسهم ما يرضهمش الكلام ده. ده الكلام اللي انا قلته، لكن انا لم اتحدث عن بورسعيد نهائي ولا عن اهل بورسعيد نهائي، ولا يمكن اصلا ان انا احط اهل بورسعيد المحترمين في جمله مفيده نهائي. ليه؟ والمصلحه مين؟ هي العمليه هجوم وخلاص، كلام وخلاص، هيصه وخلاص؟ مش عندي، وما بتعاملش بهذا الاسلوب. انا بتعامل مع كلام استفز المصريين كلهم، هو ما استفزش اهالي الشهداء فقط، ما استفزش جمهور الاهلي فقط، ده استفز مصر كلها. لان الكلام بيني وبينكم ما ينفعش يتقال من ناس مسؤوله. يعني الكلام نفسه لماذا يعاقب جمهور الاهلي؟ بس انا عايز حد يجاوبني على الجمله دي. لماذا يعاقب جمهور الاهلي؟ اللي طالبوا بمعاقبه جمهور الاهلي يقولوا لي ايه اللي عمله جمهور النادي الاهلي؟ كل اللي حصل في جمهور النادي الاهلي ان اتقتل منه 74 واحد. بس ادي ذنبهم. ادي اللي انا عايز اوصله للناس، لكن يا ريت انا بتكلم عربي، كلامي واضح وضوح الشمس. انا لما اتكلمت عن النقطه دي، لكن كلام تاني يا ريت الناس تسمع الكلام اللي انا بقوله، بلاش حته انت سمعت فلان ده قال. لا، اسمع بنفسك وبعد كده قول، او بعد كده رد، علشان اللي مودينا في داهيه السنه دي كلها ده بيقولوا وده قالوا وده بيقول وهم اللي قالوا، ادي اللي احنا عايشين عليه. لكن تسمع بنفسك، مشكلة ان محدش بيسمع بنفسه وشغالين على كلمة ده قالوا وبيقولوا. فأتمنى ان محدش يعني يحاول يزج باسمي في حاجة انا ما قلتهاش. قول اللي انا قلته، لان اللي انا قلته انا مسؤول عنه، لكن اللي انا ما قلتوش انا مش مسؤول عنه ولا يمثل لي اي شيء. فبالتالي يعني عشان الامور تبقى واضحة، عشان الناس اللي هي الناس اللي زعلانة قوي، لا، الكلام ما حصلش فيه اي حاجه تمس اهل بورسعيد نهائي. طيب، الاهلي امبارح فاز على دبي الاماراتي 1-0. 1-0، الهدف جابه دومينيك، وكالعاده يصاب دومينيك. يعني سبحان الله، وكالعاده يصاب دومينيك. ايه اللي بيحصل؟ يعني قصه دومينيك دي اصبحت لغز. اتكلمت عنها في الفتره السابقه اثناء المكان الدولي موجود، وقلت ان دومينيك قصه ولغز. دومينيك يلعب مباراه الثانيه، الثالثه لازم يصاب. المره دي ما لحقش المباراه الاولى واصيب. فايه قصه دومينيك؟ انا شخصيا محتار جدا. يعني هل هو زي بقيه اللعيبه المصابه ان ناحيه نفسيه بسبب الحاله اللي بيمر بيها الفريق، الاصابه هذه المره؟ هحاول النهارده ان شاء الله من خلال رسالتنا اليومية اللي بتكون معانا من دبي نحاول ناخد إجابة على هذا الموضوع. من أبرز إيجابيات مباراة امبارح شريف إكرامي من إيجابيات مباراة امبارح. هايل، واثق في نفسه، بيأدي بشكل كويس، أنقذ أكتر من كورة في منتهى الخطورة على مرمى النادي الأهلي. فأعتقد إن شريف بادئ بداية جيدة جدا بعد عودته من الإصابة وبعد فترة الإيقاف اللي حصلت. كلام كتير بخصوص المعسكر. النادي الاهلي ان شاء الله المباراه الجايه عنده مباراه تقيله قوي، مباراه العين الاماراتي، ده من اقوى الفرق الاماراتيه. يعني دي بعض اللقطات للفرص اللي انقذها شريف اكرامي اثناء مباراه امبارح. انفرادات، تسديدات، كرات عاليه، تعامل رائع مع الكرات بشكل جيد جدا. زي ما بقول لكم، المباراه القادمه يوم الجمعه ان شاء الله 9 مارس امام العين الاماراتي، واحد من الفرق الكويسه جدا، عنده 3 فراوده في منتهى الخطوره، لعيبه كويسه قوي. ياسر القحطاني السعودي ونجم الكره السعوديه ومهاجم العين الاماراتي. اسامو اجيان نجم خط هجوم منتخب غانا، لاعب رائع رائع رائع، وشفناه يمكن اخر تالق ليه كان في كاس العالم الاخيره، اسامو اجيان. والثالث سوسوكو الارجنتيني، فرود جيد جدا. يعني 3 فراوده في منتهى الخطوره. اعتقد محتاجين ان دفاع الاهلي يكون يعني صاحي قوي ومركز قوي وواعيين قوي،
لانها تبقى مباراه قويه جدا امام العين الاماراتي ان شاء الله. وكمان يكون لاعبتنا المباراتين اللي فاتوا يعني الهدف منهم تحقق، اكتسب بقى الفريق المباريات بدأوا يخشوا فيها، بدأوا ياخدوا حساسية المباريات، فإن شاء الله تبقى التجربة الثالثة تبقى جيدة وتأتي بثمارها، بجانب إن اللعيبة تفوق بقى نتفرج على مباراة تقيلة، لأن فرقة العين فرقة كويسة، فلما يبقى الأهلي والعين نتفرج على مباراة تقيلة من حجم الثقيل يعني زي ما بنقول. النهاردة إن شاء الله الساعة 8 من خلال كواليس رحلة